حياكم الله ومساء الخير بكل من انضم إلى شاشة روتانا خليجية وبرنامج سيدتي اليومي والمباشر. أحييكم وأتمنى أنكم تستمتعوا معنا في حلقة اليوم، وعندنا العديد من المواضيع اللي بتهمكم واللي بتهم الأسرة العربية والأسرة السعودية تحديدا. أمسي على زميلاتي في جدة ورياض، مساء الخير. يسعد مساكي ومساء مشاهدي الكرام، أهلا وسهلا بكم بحلقة جديدة ومباشرة من برنامجكم سيدتي. في كل يوم جديد لدينا كل ما هو جديد، وفي البداية كالعادة أمسي على الزميلة جيهان. يسعد مساكي يا جيهان. مساء الخير خلود، نورتيني. أهلا وسهلا بيكي، وأهلا بكل من انضم الآن إلى شاشة روتانا خليجية لمتابعتنا على مدى ساعتين كاملتين في برنامج سيدتي. اليوم عندنا مواضيع خصوصا من جدة، هي مواضيع أسرية واجتماعية نتعرف عليها، ولكن بعد أن أنتقل إلى الرياض وأمسي على رنيم. رنيم مساء الخير. شكرا جيهان، وطبعا أمسي بالخير أكيد عليك وعلى خلود وهبة، وأكيد على مشاهدينا الكرام اللي انضموا لشاشة روتانا. واليوم من الرياض نتكلم عن سلسلة من الكتب التعليمية، لكنها هذه الكتب خاصة بالأطفال اللي يشتكوا من صعوبات في التعلم. التفاصيل مشاهدينا بتكون لاحقا خلال الحلقة، لكن مرة ثانية نرجع لهبة، مرة ثانية نمسي عليها بالخير ونستعرض معها فقرات سيدتي لليوم. إليك هبة. يسعد مساكي وشكرا ليكي. الآن حنبدأ بجولة سريعة قبل ما نتعرف على عناوين حلقتنا. أذكركم بمواقعنا اللي تقدروا من خلالها تتواصلوا معنا بأفكاركم ومقترحاتكم على فيسبوك وتويتر الظاهر أمامكم على الشاشة، وتقدروا كمان تابعوا البث المباشر لحلقة سيدتي على الرابط الظاهر أمامكم. أما الآن حنتعرف على أهم عناوين حلقتنا لليوم في سيدتي، نتابع. في سيدتي اليوم، خبراء نفسيون يحذرون من خطر تطبيق شرطة الأطفال. تعلمي أصول التوفير والصرف بذكاء. صعوبات التعلم عند الأطفال، مشكلة تؤرق الأهل والتعليم أول الحلول. الصحفية السعودية سهى الوعل توثق تجربة السيدات في الحج. 65% من الأشخاص البالغين حول العالم مصابين بحساسية اللاكتوز، ما هو النظام الغذائي الأنسب؟ أما الآن مع أخبار السعودية. خبرنا الأول بعنوان سرقة نصف مليون ريال من مطلقات وأرامل في جنوب السعودية. وفي التفاصيل، تعرضت مطلقات وأرامل في أبها إلى سرقة ما يفوق نصف مليون ريال تقريبا عبر محتال انتحل شخصية مشهورة، ووعد بامتلاك ووعد هؤلاء السيدات بامتلاكهن مساكن وسيارات. وبحسب تفاصيل نشرتها صحيفة عكاظ السعودية، فإن السلطات الأمنية تمكنت من القبض عليه، وأضافت أنه استولى على مبالغ مادية تفوق 500,000 ريال من ضحاياه، وذلك كمبالغ أولية تدفع له كرسوم رمزية مقابل خدماته التي سوف يقدمها لهن. يعني إحنا صرنا بنسمع كثير عن شخصيات بتنتحل شخصيات أسماء أو شخصيات ناس تانية سواء مشهورة أو عادية، وفي كثير صار احتيال ونصب عندنا في السعودية سواء من مواطنين أو من جنسيات أخرى وافدة للبلد. المهم أنه إحنا يكون عندنا وعي أكبر، يكون عندنا حرص أكبر. الوعي هو اللي حيحمينا من الناس اللي ممكن تحاول تخدعنا أو أنها تنصب علي أحد. وفي النهاية الشخص لما يكون أحد طالب منه أي خدمة أو طالب منه أي مساعدة أو حيقدم له أي فكرة مشروع، أو لازم الواحد يدرس الموضوع، يتأكد، يستفسر هل هذا الشخص فعلا يستحق هذه الثقة، مين هي الجهات المسؤولة، مين هي الجهات المرخصة، حتى الواحد يتأكد. مو كل ما أحد قال لنا حاجة نصدقها. أما الآن حننتقل إلى خبر آخر من صحيفة الاقتصادية. تخصص جديد لتأهيل سعوديين في الذهب والمعادن الثمينة، حيث كشف مسؤول في مجلس الغرف السعودية عن توجه لتخريج متخصصين سعوديين في مجال المجوهرات والأحجار الكريمة مطلع العام المقبل لإدارة المحال التجارية في السوق السعودية. وقال كريم العنزي رئيس اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة بمجلس الغرف إن غرفة الرياض بصدد تنفيذ دورات بالتعاون مع معهد
معهد HRD البلجيكي لعلوم الألماس والأحجار الكريمة لتدريس وتخريج خبراء سعوديين مختصين في علوم الألماس والأحجار الكريمة قريبا. وأضاف أن هذه الدورات ستكون الأولى في السعودية، وأنه لم يتم تحديد مدة الدراسة حتى الآن. وأضاف أن البرامج الدراسية ستكون مخصصة للرجال في أول الوقت، ثم سيتم توسيع نطاقها إلى مناطق أخرى في السعودية وتخصيص برامج للنساء في وقت لاحق. موضوع مهم، ويعني كان خطوة زي هذه بصراحة يعني متوقع أنها تكون يعني صايرة قبل كده، بس يعني وأخيرا أنه صارت هذه الفكرة وطرحت. ومهم كمان أنه السيدات يكون لهم حظ ونصيب مهم في هذه الدورات. أول شيء لأنه السيدات هم اللي بيهتموا دائما بالألماس بالذهب، هم السيدات اللي بيشتروه، حتى الرجال لما بيشتروا الذهب والألماس هم بيجيبوا للسيدات، فمهم. وكمان هذا بيزيد من الكفاءات السعودية حتى يلاقوا وظائف، حتى يعني السيد اللي عندها هوايات في هذا المجال تتعلم تستفيد، السيدات اللي بيدوروا على عمل ممكن يعني ياخذوها كهواية ويكملوا في هذا المجال. احنا في السعودية فعلا نحتاج كثير من المعاهد لتدريب الكوادر، سواء على يعني صناعة الذهب والمجوهرات أو تصميم الذهب والمجوهرات، الأزياء، الميك اب والشعر. هذه مجالات في السعودية بتدخل دخل كبير جدا، وغالبا محصورة على الجنسيات الغير سعودية، فالسعوديات كمان لهم حق وفرصة أنهم يدرسوا في بلدهم ويخدموا بلدهم كمان في هذا المجال. هنختم جولتنا الإخبارية مع خبر طبي. أظهرت دراسة حديثة أجريت في جامعة كاليفورنيا أن حرق البخور يعتبر مصدرا لتلوث الهواء الداخلي، وقد يسبب التهابا في خلايا الرئتين للإنسان، حيث ربطت دراسات قديمة استخدام البخور بمشاكل صحية عديدة، وتضمنت الأعراض التنفسية، الصداع، تفاقم أمراض القلب والأوعية الدموية، وحدوث تغيرات في بنية خلايا الرئتين. وتم إجراء الدراسة في بيئة داخلية مشابهة لحالة غرف المعيشة، وتم تحليل تراكيز الجزيئات ومستويات الغازات مثل أحادي أكسيد الكربون وثنائي أكسيد الكبريت وأكسيدات النيتروجين وغيرها. وللمزيد حول هذا الموضوع نرحب عبر الهاتف بالدكتورة منال الحازمي، استشارية الأمراض الصدرية والعناية المركزة في مدينة الملك فهد الطبية. أهلا بك دكتورة منال. أهلا بكم وأشكركم على استضافتي لتوضيح هذا الموضوع الشائك. شكرا ليكي. يعني كلنا بنستخدم البخور في بيوتنا وبالذات البيوت الخليجية، وهذه يعني نوع من شيء يومي، يعني خلينا نكون واقعين فيه. بس قبل أن نتكلم عن تفاصيل هذا الموضوع، خلينا أول شيء، هل فعلا دخان البخور له تأثير سلبي على الجهاز التنفسي للإنسان، وما هي الأمور الثانية اللي يسببها دخان البخور؟ أوكي. إحنا في السابق كنا نتساءل ليش إنه ليش مرض تضيق الشعب الهوائية المزمن منتشر عندنا بكثرة في منطقة الخليج، وليش موجود متواجد بين النساء كما هو متواجد عند الرجال، لأنه معروف عندنا أنه نسبة المدخنين الرجال أعلى بكثير من نسبة المدخنين النساء. فكنا نتساءل هل هو فعلا بسبب استخدام الدخون، هل هو بسبب استخدام الطبخ قديما عن طريق الحطب، والآن حديثا فأصبح الناس يستخدموا الحطب للتدفئة في فصل الشتاء. فجاءت هذه الدراسة من جامعة كاليفورنيا، فكانت أثبتت يعني كان إثبات قاطع إنه فعلا أثبتت الشكوك الموجودة عندنا في الفترات السابقة بدراسة خلايا وأنسجة الرئة نفسها بعد تعرضها للدخون اللي أخذت من دولة الإمارات، وأجريت عليها الدراسة، فوجدوا أن التأثير تماما كما هو تأثير السجائر على الرئة، أظهر التهاب شديد في خلايا الرئة وظهور علامات تضيق الشعب الهوائي المزمن. طيب دكتورة، يعني خلينا كمان يعني واقعيين، ما حنقدر نستغني عن البخور بصراحة، يعني كل الأسر، يعني أنا في بيتي ما أقدر صراحة أعيش بدون ريحة البخور، وتحديدا بعد الطبخ أو الغداء. خلينا يعني نقترح للناس طرق أخرى حتى يعني تتجنبهم الآثار السلبية على الصحة بقدر يعني بقدر الإمكان، ما عدم الاستغناء عن البخور، ماذا تنصحين؟ طيب، هو البخور يعني الدراسة أثبتت أنه الجزيئات اللي تطلع منه جزيئات خطيرة جدا، اللي هي أحادي أكسيد الكربون زي ما سبق، و
أوضحتي، وثاني أكسيد الكبريت وأكسيدات النيتروجين والفورمالدهايد، وهذه كلها تأثيراتها سيئة جدا ومسرطنة إذا صار التأثر، إذا صار التعرض لها بطريقة مكثفة ويومية. فالأفضل إنه يقلل نسبة استخدام البخور، استبدال الفحم بالمباخر الكهربائية صحيحة الرائحة حتكون ما هي نفس الشيء، بس أفضل من بس أقل أفضل التهوئة وعدم التعرض للمكان، يعني تهوية المكان أثناء وبعد تعريضه للبخور، والتقليل صراحة من استخدامه، لأنه الآن كثرت كمان أنواع البخور، ما هي بس العودة، أصبحت الآن صارت في أنواع تباع في المحلات وفيها خلطات غير واضحة. طب ما هو أضمن نوع من البخور برأيك، أو يعني على الأقل يعني نقدر نقول أقل خطرا من البخور الآخر يعني، أو الدخون الأخرى؟ هي كلها تفرز، كلها ما في فرق يعني. صعب أحدد إيش أفضل نوع، بس الخلطات الجديدة صار فيها مكونات ما نعرفها. مهم جدا إنه نعرف المكونات اللي داخلة في الخلطات، وإذا كانت خشب أفضل من إنها تكون مخلوطة بمجموعة أشياء ما نعرفها زي المعمول. وحتى نحدد نسبة الخطورة لكل واحدة، الأفضل إنه كل واحدة تدرس على حدة. يعني أتمنى إنه نفس هذه الدراسة اللي صارت في كاليفورنيا يتم دراسة، ممكن نلاقي خلطات أخطر من خلطات أخرى، أنواع أخطر من أنواع أخرى، فهذه تحتاج دراسة أيضا. دكتورة منال الحازمي، استشاري الأمراض الصدرية والعناية المركزة في مدينة الملك فهد الطبية، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة، وشكرا على مشاركتك. أعتقد يعني الكلام اللي نذكر كلام جدا مهم وخطير، قد ما نقدر نخفف من البخور، قد ما نقدر نخفف حتى من سبريهات الشعر، هذه المواد كلها بتصدر يعني فيها مواد وتفاعلات كيميائية بتأثر حتى على المدى البعيد والمدى القريب. مهم كمان انه يعني ما شاء الله السعوديات بيعملوا دراسات عن كل شيء، حلو لو يكون في دراسة من الدراسات عن تأثيرات البخور، عن الأنواع، تكوين تبعها، حتى يعني الناس تستفيد وتتعلم أكثر، يعني لأنه في كاليفورنيا عملوا هذا البحث، والبخور أكثر شيء مستخدم في الخليج، فحلو يكون في دراسات في الخليج عن المواد الموجودة واللي تباع في الأسواق. احنا مشاهدينا حلقتنا ممتعة جدا، لكن بعد هذا الفاصل ابقوا معنا. مجلة سيدتي لكل امرأة تريد أن تجدد أنوثتها، شخصيتها وأيامها. سيدتي، عالمك في مجلة. سيدتي نت، معك أثناء دراستك، معك في مملكتك. ومجلة سيدتي لكل فرد من عائلتك. سيدتي وموقعها الجديد لكم ومعكم كل لحظة. أنت متفوقة معها، والطموحة معها، أنت السعيدة معها، الرابحة معها، أنت الشابة الدائمة. سيدتي، سيدة المجلات العربية. في سيدتي بعد الفاصل، خبراء نفسيون يحذرون من خطر تطبيق شرطة الأطفال.